السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل شرفاء داخل الجزائري وخارجها تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات كنت منذ مدة درت تسجيل حول مؤتمر الجزائر وجهت نداء للإخوة الجزائريين والجزائريات الموجودين في الخارج سيما الإطارات منهم وال طلبة هذه المره اتوجه بنداء لكل الاعلاميين والاعلاميات الموجودين داخل الجزائر واللي راهم موجودين في الخارج سيما من الناس اللي ربما داروا تكوين في المجال تاع البصري ولم تتح لهم الفرص لا في الجزائر ولا في الخارج وربما منهم اللي حتى راهو بدل المهنه نتاعو راهو التحق بالتعليم ولا راهو يشتغل في اطار واحد اخر بامكانكم هو أنه تتواصلوا معنا كما بامكان الاخوه اللي راهم موجودين في القنوات الفضائيه سواء في الداخل وفي الخارج ربما ما لقوش الخط الملائم لهم راهم محتومين يشتغلوا في قناه فضائيه او في وسيله اعلاميه اخرى ولكن هذه الوسيله الاعلاميه ماهيش تلبي في الطموحات نتاعهم نظرا انكم تعرفوا باللي كل قناه فضائيه ولا كل صحيفه ولا اذاعه عندها خط معين وبالتالي يلقى روحه الصحفي راهو خدام كما يقولوا يجيب في الخبزه وانتهى الامر يعني ما راهوش مقتنع بالدور اللي راهو يقوم به. الفرصه هذه نتاع مؤتمر الجزائر هي مناسبة لجلبش اه تلتقي مع إطارات جزائرية في الداخل وفي الخارج على إن شاء الله شيئا فشيئا اه تكبر هذه القناة عن القناة الفضائية اللي كنا حدثناكم عليها منذ سنوات واللي هي قناة المصالحة أي جزائري وجزائرية من الإعلاميين والإعلاميات اللي يؤمن بالجزائر التنوع الجزائر نتاع التنافس الشريف الجزائر نتاع النهضه الجزائر اللي يلقى فيها روحه القبائلي والعربي والشاوي والمزابي الجزائر اللي تعطي الفرصه للكفاءات الجزائر اللي تعطي الفرصه للمبدعين الجزائر اللي تعطي الفرصه للمهمشين المؤتمر تاع الجزائر يكون ان شاء الله همزا وصل بين مرحلتين كما سبق لي وان تحدثت في تسجيلات سابقه ويكون فرصه انت تلاقي انت الافكار يكون فرصه على جلبش تلتقي هذه الكفاءات المهمشه على جلبش ان شاء الله شيئا فشيئا نعيد اللحمه نعيد الامل للشباب الجزائري اللي للاسف الشديد كم مره يخدع كم مرة يلدغ نحاول ان شاء الله من خلال هذا الفضاء اللي رانا فتحناه على الصفحة نتاع الفيسبوك في المجموعة نتاع مؤتمر الجزائر بامكان الجزائريين والجزائريات هو انه يدليوا بالاراء تاعهم يطرحوا الافكار تاعهم وان شاء الله كما قلت في تسجيل سابق كل فكرة تخدم الجزائر وتخدم المشروع نتاع النهضة في الجزائر نعملوا بها. اذا نطلب من كل الاخوه والاخوات اللي مهتمين بالموضوع هذا نتاع اللقاء نتاع النهضه نتاع الجزائر نحن في مجموعه من الشباب الجزائري من الداخل ومن الخارج بعض الاخوات ايضا موجودين معنا نتواصل مرة في الأسبوع كل أحد على الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر ما نشحب ننشر هذه الحوارات حتى باش إن شاء الله تكون هناك وحدة تصور فيما بعد إن شاء الله سنطلعكم على كل الإجراءات اللي نقوم بها على المباشر وتسمعوا الحوارات نتاعنا إن شاء الله على المباشر المهم نسعى إن شاء الله على الأقل هو أنه تكون هناك قناة يعني على مستوى الأنترنت ويكون هناك برنامج على الاقل اسبوعي وان شاء الله اذا كان لقينا آه اخوه من الاعلاميين والاعلاميات تسند لهم هذه المهمه نتاع تسيير القناه او ربما حتى يديروهما برامج اذا كان شفناهم باللي اخوه متمكنين وقادرين هما يديروا البث المباشر يصير يقدر كل واحد يدير البرنامج نتاعو الخاص به ويكون يعني عنده الوسيله نتاع البث المباشر على الصفحه نتاع المصالحه الجزائريه او على المجموعه هذه نتاع المؤتمر تاع الجزائر ايضا الاخوه المصممين المحترفين في الفوتوشوب وفي برامج اخرى مثل الافتر ايفكت ومثل الاليستراتور كثير من البرامج اللي تتعلق بالتصميم اذا كان فيه اخوه محترفين ايضا لم تتح لهم الفرصه على جل هما يبرزوا هذه الطاقات اللي عندهم هذه الفرصه في تاع مؤتمر الجزائر بامكانكم هو انه تتواصلوا معنا احنا رانا نمشيو بالامكانيات تاعنا تجتهدوا ان شاء الله على جلبش تقدموا شيء للجزائر سواء من خلال الملصقات هذيك او من خلال الشعارات هذيك اللي اللي تصموها او من خلال بعض اللافتات هكذا وإن شاء الله شيئا فشيئا نحاول نجمع أكبر عدد ممكن من الإعلاميين حتى باش تسند لهم المهمة هذه نتاع تسيير المجال الإعلامي في مؤتمر الجزائر وفي المشروع نتاع المصالحة الجزائرية. إذا نطلب من كل الإخوة اللي راهم موجودين في الداخل وفي الخارج هو أنه يتواصلوا معنا عن طريق المجموعه نتاع مؤتمر الجزائر نضع لكم الرابط نتاع المجموعه في اسفل الفيديو كما بامكانكم هو ان تتصلوا بي عن طريق الخاص من خلال الصفحه نتاعي الخاصه بموقع نتاع الفيسبوك وان شاء الله من خلال التواصل رانا رايحين ان شاء الله نفهموا بعضنا بعض وان شاء الله نتقدموا الى الامام شريطة هو ان الاخوه اللي يت اتصلوا بنا ويحبوا هو انه يلتحقوا بهذا المؤتمر يعني يكونوا جزائريين ويكونوا يؤمنون بالجزائر تاع الجميع جزائر تاع التنوع جزائر الثراء مرحبا بهم ان شاء الله معنا وايضا شريطته هو انه يسجلوا بالاسماء نتاعهم الحقيقيه لا تعامل مع الاسماء المستعاره اي واحد من الاخوه يسجل بالاسم واللقب نتاعو الحقيقي ويوضع الصوره في البروفيل تاعو حتى باش نتعرفوا عليه ومن بعد إن شاء الله يتواصل معنا عن طريق السكايب راه موجود في المجموعة نتواصل إن شاء الله مع بعض وإن شاء الله نمشي شيئا فشيئا إلى الأمام نحاول إذا إن شاء الله هو انه من خلال هذه القناة اللي راح ننشطها على المستوى نتاع اليوتيوب وعلى المستوى نتاع الفيسبوك اللي هي تنشط من أجل التحسيس ومن أجل التوعية ومن أجل إقناع الإطارات الجزائرية سواء في الداخل ولا في الخارج بغرض المشاركة في المؤتمر هذا نتاع الجزائر الذي لا يخضع لا للأحزاب ولا يخضع للسلطة ولا يخضع لما يسمى بالمعارضه. هذا مؤتمر مستقل الهدف نتاعو هو النهضه بالجزائر، مؤتمر يجمع كل الطاقات الجزائريه المجمده. اذا نطلب من كل الاخوه والاخوات الاعلاميين والاعلاميات اللي راهم موجودين في الجزائر او في الخارج ويحبوا يساهموا معنا في هذا المشروع نتاع النهضه. في هذا المؤتمر تاع الجزائر يجيو مرحبا بهم ان شاء الله يتواصلوا معنا وشيء <applause> نشرع ان شاء الله من خلال القناه المستوى على المستوى تاع الفيسبوك وعلى مستوى اليوتيوب وفيما بعد ان شاء الله اذا كان لقينا ناس جزائريين يعني من ارباب المال واللي يحبوا هما يساهموا في نهضه الجزائر نحن مستعدين ان شاء الله هو انه نتواصل معهم بغرض الوصول الى انشاء قناه فضائيه للنهضه نتاع الجزائر تحياتي لكم جميعا راني ننتظر في التعليقات نتاعكم وفي التواصل نتاعكم معنا ومرحبا بكم معنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته